فكرة اللعبة، أنت العبقري وتحاول العودة إلى بيئتك ولا تحب الطعام، ويجب أن تقتل نفسك للعودة. مقدما، تتحدث اللعبة عن قصة العبقري. مدهش يجد نفسه محاصرا في العالم الموازي، لكن لا يوجد أي بشري عايش، ويسعى جاهدا للعودة إلى بيئته الأصلية. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. اليوم راح نستعرض معاكم لعبتين قام فيهم الأخ موان عتريس، أو تقريبا اسمه موان عتريس، اللي جاني عن طريق الإيميل. طبعا اللعبة الأولى هي شوية لعبة غريبة، عبارة عن الوسواس الموازي، يعني أنت تلعب في عوالم حتى تقدر ترجع إلى عالمك الأصلي. في قوانين تتحكم فيها عن طريق هذه العوالم، وتقدر باستخدام القوانين هذه انك ترجع الى العالم الاساسي اللي انت كنت فيه، ولكن مع وجود بعض الانظمة الغريبة. في حالة انك حبيت انك تراسل الاخ موان عتريس، هذه طبعا بيانات التواصل معه، فتقدر عن طريق هذه البيانات التواصل معه، وبرضه افسار عن بعض الامور الخاصة باللعبتين الخاصة فيه. فندخل على اول لعبة، الا وهي الوسواس الموازي. طبعا مثل ما نشاهد هنا، في عندي بلاي وعندي هنا كنترول، اللي راح يعطيك طريقة اللعب بالأزرار الكيبورد، برضو بالذهاب إلى idea of game. هنا حيعطيك نبذة مختصرة، طبعا شخص يتكلم عن كيفية مثلا انك تعدي المراحل هذه الخاصة باللعبة. طبعا اللعبة عبارة عن مراحل تقريبا 6، فعن طريق فهم الآلية الخاصة بهذه المراحل انت راح تقدر تعدي منها. بالإضافة هنا عندنا برضو option فيها بعض الخيارات اللي تقدر هنا تختار ما يناسبك، من ضمنها resolution والجرافيكس والأصوات. فبالدخول على اللعبة، طبعا اول ما تبدأ معنا اللعبة حتبدأ بشكل مموج، يعني كأنك هنا في عالم غريب شوية، في نوع من الدوخلك وفي بعض الأطعمة. طبعا ما أدري هل هذا هو يعتبر الليفل الأول. كل ما أكلت كل ما نقصت منك الطاقة مثل ما نشاهد فوق، فأتوقع أنك لابد تأكل هنا حتى تقدر. طبعا الطاقة حتنقص، لأن ما أدري هل الأكل فاسد ولا في مشكلة، ولكن كل ما أكلت كل ما نقصت الطاقة، كل ما قدرت أنك تعدي من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية. في مشكلة هنا من ناحية الإضاءة، ما أدري هل الإضاءة هي نفسها الخاصة بهذا العالم، لأنه مثل ما نقول إحنا الوسواس الموازي، فأنت تشعر بالوسواس عكس الطبيعة اللي أنت المفروض تشعر فيها. فأتوقع أنه الإضاءة هنا فيها إشكالية. طبعا الليفل الأول ما عندي مشكلة فيه، ولكن الثاني والثالث وما إلى ذلك يحتاج المطور أنه يعدل نسبة الإضاءة فيها، لأنك ما راح تشوف شيء نهائيا، يعني أغلبه سواد. فهنا تقفز من منطقة إلى منطقة حتى تجمع أكبر عدد من الأطعمة. مثل ما نشاهد هنا باقي لي فقط قطعة من الأكل، وأموت وأنتقل إلى الليفل اللي بعده. فعملية البحث هنا، والمنطقة اللي هو وضعني فيها منطقة شوية قصيرة يعني، فعملية البحث حتكون سهلة، مو ذيك الصعوبة. وبرضو القفز هنا من المكان إلى مكان آخر برضو جدا يسير. وهناك في قطعة بيتزا أتوقع، فلما أكلها حيقول لي أوكي يس يو ديد. هنا ما أدري نرجع وأنتقل إلى العالم الثاني أو الليفل الثاني. طبعا قبل ما أنتقل إلى الليفل الثاني، هنا حيعطيني هنا العب بالترتيب يعني، وفي الليفل الثاني مكتوب لا أريد الطعام، يعني كأني هنا راح أحاول أني أبتعد عن الطعام. فبالدخول إلى الليفل الثاني حنشاهد أنه أخذني إلى عالم تقريبا يشبه الغابة أو يشبه المدينة الموجودة في الغابة. وهنا ما عندي مشكلة، طبعا الليفل الثاني برضو ما عندي مشكلة في النسبة للإضاءة، الإضاءة جميلة جدا، وبرضو ما زال العالم الموازي، والتموج من ناحية الكاميرا يكون غير واضح. هنا لا أريد الطعام، ما أدري إيش معناته، يعني هل معناته أني أموت من الجوع مثلا، أو أني أكل، أو ما أدري إيش يعني، لأن الطاقة هنا ما تتخسر أثناء الحركة. طبعا يفتقر هذه الألعاب، النوع من هذه الألعاب، إلى الانستراكشر، يعني لابد يكون في توضيح. كل ما مشيت بالخريطة المفروض أنه نفس المطور يضع لي توضيح إلى نقطة معينة أو إلى النقطة التالية حتى أقدر أفهم. هنا طبعا لقيت أكل وأكلته ونقصت، أتوقع أنه لابد تأكل حتى تنقص الطاقة، ما أدري، المطور يفيدنا إن شاء الله.
برضو هنا في بعض الأخطاء إنه نفس الخامة أو نفس المواد غير راكبة على بعض، فتشوف في بعض الفراغات في بعض الأمور. فيعني هي كتجربة جميلة جدا، وك خلينا نقول فكرة اللعبة شوية فيها نوع من الغرابة، وتستحق أنها تكون كفكرة مستقبلية، يعني ممكن إنه يطورها إلى مستوى أبعد. فأنا هنا لفيت في هذا الليفل لفة طويلة جدا، ما قدرت أحصل على الطعام إلا بشق الأنفس، ما عديتها طبعا. ففكرتها جدا لطيفة، ولكن مثل ما قلت يفتقر إلى التعليمات داخل اللعبة. كل ما كانت التعليمات موجودة كل ما كان أفضل للمطورين حتى إن أو اللي يلعب اللعبة، حتى يقدر إنه يستعلم ويكتشف الأمور الخفية داخل الألعاب، خصوصا هذا النمط من الألعاب اللي يحتوي على نوع من الألغاز. فأتمنى من المطور إنه يحسنها. بعد الانتهاء من الليفل الثاني انتقلت الى الليفل الثالث، وهنا مكتوب احترس انه يكهرب. طبعا ما عرفت ايش معناه، واللي خلاني ابتعد عن فكرة اكمال هذه اللعبة انه من بعد الليفل الثاني يعني من الثالث وفوق الاضاءة هنا تكون معدومة، يعني ما يقدر اللاعب انه يشوف شيء قدامه، فقط انارات ضوئية وبعض المؤثرات، يعني غير دقيقة اللعبة خصوصا في الأجزاء اللي بعد الثاني. فهي طبعا مفهومة يعني فكرة اللعبة، ولكن يفضل انه يقوم بتحسينها برضو بإضافة التعليمات اللي توضح للاعبين ايش الهدف من هذا الليفل. يعني انت اوكي وضحت لي انه هذا يكهرب وما الى ذلك، او انه مثلا لا اريد الطعام وما الى ذلك، ولكن في امور توضيحية، يعني ايش معنى كلمة لا اريد الطعام، ايش معنى كلمة هذا يكهرب، برضو إضافة امور ممكن تعطي اللاعب المزيد من الأكشن داخل الليفل نفسه أو داخل اللعبة. ليس مجرد أني ما أكل أو أكل يحصل لشيء معين، لا، ضف لي بعد أمور أكثر غرابة حتى تعطي المساحة اللي أنت تستخدمها للاعب تكون كافية أنه اللاعب يفهم اللعبة بشكل أوضح. فهذه فقط فكرة اللعبة اللي تعتبر الوسواس الموازي. اللعبة الثانية اللي بعدها طبعا هي عبارة عن Correct Door أو الباب الصحيح. طبعا فكرتها مثل ما هو موضح عبارة عن أبواب، أنت تقوم باختراق هذه الأبواب باب باب حتى تحصل أو تقدر أنك تعدي من المراحل كلها. فأول ما نخش على اللعبة هنشاهد أن عندي Play و Option و Exit، فنروح الى الاوبشن هنا فنشاهد نفس التعليمات الموجودة في اللعبة السابقة، ما في فرق. راح نرجع هنا ونخش على بلاي. طبعا بالدخول على بلاي هنا حنشاهد ان عندك تعليمات للحركة موجودة على الباب، وعندك برضو منصة موجودة عند الباب حتوضح لك ايش المقصود منها. مثلا هنا يقول لك don't enter يعني لا تدخل، ما ادري ايش معناته هذه. المهم انا دخلت من رقم واحد، ولما تروح الى الليفل الثاني حتشاهد هنا انه يقول لك دور نمبر 3، فكأنه يسهل لك المهمة خصوصا بالادوار او الليفلات الاولية. فهنا برضو يقول لك 3، فاتوقع انه البي لانه الدور الثالث، يعني كأنه هذا قصده. طبعا انا هذه فهمتها بشكل تلقائي. هنا برضو يعطيك مسألة حسابية والنتيجة 3، فهي المثلث. طبعا هذه بعد محاولة عدة من نفس الموضوع. فبالانتقال الى الليفل اللي بعده هنا حيقول لك نمبر اوف كولا، انا ما فهمت هذه، ولكن انا رحت الى رقم 2 وطلع صح. برضو هنا حيعطينا سؤال نمبر اوف اول دور، فكل الابواب اللي احنا عدناهم تقريبا 16، فهذا هو الباب المناسب. طبعا هنا لابد تحسب. هنا حيعطيك السهل، فيقول لك تروح الى الدور اللي مكتوب عليه رايت، فذهبنا بشكل مباشر. برضو هنا عندنا سؤال ماينكرافت، هذه اللي ما فهمته ايش يقصد في ماينكرافت. عندي 7 و8 و9، فاخترت بشكل تلقائي 9، ما ادري هل هو صحيح ولا لا، ولكن طلع صح. الاخير هنا يعطيني ريت ما جيم، طبعا في حالة اني قيمته باقل من 10/10 حيكون الباب الخطأ، فاكيد لابد تختار رقم 10. هنا طبعا مكتوب all level you played، فانا اخترت 10، ما ادري هل هي صحيحة او لا، ولكن لما فتحته حيقول لك بارتو سون، ويعطيك موسيقى اتوقع الخاصة بالافلام الكرتون وفيها البيانات الخاص بالمطور. طبعا برضو فكرة اللعبة الثانية جدا مميزة، انك تنتقل عن طريق الابواب وممكن تحط بيانات حسابية حتى تفتح الابواب، جدا جميل.
بس أتوقع أنه لو قام بوضع مسائل حسابية وهذه المسائل قام بحلها عن طريق صناديق معينة أو عن طريق مفتاح معين حيظهر له يقدر يفتح الباب يكون أفضل، لأنه ممكن أنه يفتح الباب بشكل عشوائي وينفتح من دون ما يحل المسألة الحسابية. فبرضو فكرة اللعبة هذه تعتبر جميلة جدا وجديدة علي، من الأفكار المميزة، ولكن وضعها بشكل الطبيعة هذه الخلابة. أتوقع أنه لو كان وضعها في منطقة مثلا خلينا نقول مكوك فضائي أو سفينة أو مثلا أي المهم يكون حاجة مغلقة حيكون برضو أفضل وأجمل، يعطي نوع من الرعب، خلينا نقول نوع من الغموض في مسألة اكتشاف الباب الصحيح. المطور أبدع، فأتمنى له حقيقة التوفيق. طبعا هو على حسب كلامه قام بعمل هذه الألعاب حتى يشارك في بعض المسابقات المحلية، فبالتوفيق له بإذن الله، وألعاب جدا جميلة. ومثل ما قلنا في حالة أنك أردت مراسلته بشأن هذه الأمور بإمكانك أنك تراسله وتستعلم منه. هذا كل شيء لهذا اليوم، أشوفكم على خير بإذن الله، معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.